صديقك السوري اعترف انه اشتريها نهار الجريمة، ما بدك نحكي فيها؟ وإذا بتأتي بيكون أهبل يعني؟ سوري جايز ايه؟ هيدا هو الفيديو اللي كانت عم بتصور. إذا علقت الحرب بتلاقيه مثل الجرادين صار نرجع من عيد التصوير. صار عندي شك إنه مذنب. كلهم لبنانيين، زاد التفكير. أو ناس فاتوا على البلد عزيز جايين يحموا. ملاحقوا صاروا بيناتنا، قلبوا 180 درجة ونزلوا فينا تقتيل. حرب وأحداثها بعدت صاروا ورانا. هو عمل اختيار كان قاعد هون مشي هالمسافة. شو ذكي كشفت؟ خلص روقي والشاب استسلم بس ما بده يعترف. هيدي راس النمر. فينا نوقف مسخرة؟ انه نحن 12 بالاجماع بدنا ناخد القرار. يلا بس انا ما رح وقف لعمره على 18 بدون ما نتناقش على ليلي. ايو انا واللي فضل من عيني الله يرحم من مبيه يركضوا فينا من بنايه لبنايه، من ملجا لملجا، من ضيعه لضيعه، يطلعوا فينا على الجرد لفوق. حتى اذا عارف انه البنيه رح تفضحوا ليش تيكبطوا؟ صحيح منا تحت الاساس بس انه لك خلص عادي وبدنا نصوت. مش مصدق نحن اوادم مع الاوادم، زعران مع الزعران. سمح لك تحكي لي بهالطريقه، بيفكر حالك انفراد او تكسره؟ عم نلعب هون احنا؟ لك الويح مذنب. لك شو صار لكم يا عالم؟ جريمة قتل بلشين بشي كتير كبير. ما عاد في لي راسنا احترام للي اكبر منا؟ بس من حق البعض اسمع وناقش وباحترام. كل خرا انا بدي غير صرت وحدك.